ولنقاش الملف السوداني ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الباحث والأكاديمي محمد الأمين. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. كيف تقيم الوثيقة الدستورية المقترحة للمرحلة الانتقالية؟ أهلا بكم. طبعا هناك يعني اتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير خلال الأيام الماضية حول القيام بإعداد وثيقة من قبل قوة إعلان الحرية والتغيير. هذه الوثيقة تتضمن بعض البنود التي تسهل لتمهيد المرحلة الانتقالية وتكوين دستور انتقالي حتى يتم خلال تلك الفترة تكوين دستور دائم للبلد إن شاء الله. إلى أي مدى تلبي هذه الوثيقة تطلعات المتظاهرين من الناحيتين السياسية والدستورية أيضا؟ هذه الوثيقة كما نعلم بأن يعني هناك يعني أعلن إعلان الحرية والتغيير بأن هذه الوثيقة تضمنت عدد من المستويات، يعني من ضمنها يعني تكوين مجلس السيادة وكذلك يعني المجالس المختلفة وكذلك يعني هياكل الحكم المختلفة ومستويات الحكم المختلفة مثل الحكم المحلي الاتحادي وكذلك الحكم الإقليمي. وكذلك الهياكل كما قلت الهياكل المختلفة مثل مجلس السيادة وكذلك مجلس الوزراء وهيئة التشريعية. إذا هذه الوثيقة تمثل يعني هيكل متكامل يتم من خلاله الفترة التي حددها يعني إعلان الحرية والتغيير وهي 4 سنوات كما يقول. فإذا تمثل هذه الوثيقة يعني دستور لهذه المرحلة، لكن كما نلاحظ أن يعني إعلان الحرية والتغيير عندما لاحظ من أن المجلس العسكري لا يريد تسليم السلطة إلى حكومة مدنية ودعا إلى مليونية سماها بمليونية الحكومة المدنية، نرى أن الشارع استجاب لهذه الدعوة. إذا هذا يوضح أن هناك رضا من قبل الشارع بما يقدمه إعلان الحرية والتغيير ومفاوضاته مع المجلس العسكري. من جهة أخرى يرى البعض أن هذه الوثيقة تتعارض مع رؤية المجلس العسكري، فما أفق التسوية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري من خلال هذه الوثيقة الدستورية للوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين؟ نعم، يعني يبدو أن يعني نقطة الخلاف الرئيسية كما قالها إعلان الحرية والتغيير خلال الأيام الماضية بأنه هل يعني خصوصا في مجلس السيادة، هل هو مجلس عسكري بتمثيل مدني أم هو مجلس مدني بتمثيل عسكري؟ إذا هنا نقطة أساسية أن يعني في تسمية المجلس يعني من خلال أعضائه الذين يمثلونه، يعني يقول المجلس العسكري بأنه يحتفظ برئاسة المجلس ونائب المجلس، ولكن نرى أن إعلان الحرية والتغيير يقول بأنه لا بد من تسليم السلطة السيادية إلى حكومة مدنية. إذا هنا خلاف يعني بين الطرفين، لكن نرى بأن إعلان الحرية والتغيير اليوم عندما قدم هذه الوثيقة يعني بين هناك مرونة، حيث قال أن هذه الوثيقة مبدئية وهي تمثل يعني اقتراحه هو، ولكن هذه الوثيقة قابلة للنقاش ويمكن التعديل فيها كما يستوجب. يعني في غضون ذلك، كيف تفسر الإسراع لمحاسبة رموز النظام السابق من بينهم الرئيس المعزول عمر البشير؟ نعم، لقد سمعنا بأنه تم إصدار يعني أصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد يعني مذكرة. هذه المذكرة تتضمن التحقيق مع الرئيس السابق حول الأموال التي تم يعني قبضها بحيازته. وهناك إسراع، فعلا هناك إسراع من قبل يعني الحكومة الموجودة أي المجلس العسكري بمحاسبة رموز النظام السابق، وهذا يعني استجابة للضغط الشارع، لأن نرى ونسمع كثير من الشارع بأنه من ضمن الانتقادات التي يوجهها للمجلس العسكري بأنه لا يحاسب النظام السابق وأنه يتواطأ معه. لذلك نرى أن المجلس العسكري يسارع في محاسبة رموز النظام السابق حتى يكسب يعني الشرعية أكثر من الشارع. ما انعكاسات دور المؤسسة العسكرية في مجريات المشهد السياسي في السودان في ظل مخاوف من استلامهم الحكم مجددا؟
عفوا السؤال كنت أسألك عن دور المؤسسة العسكرية في السودان واقتحامها للمشهد السياسي في ظل المخاوف حول عودتها مجددا للمشهد. والله نحن في السودان يعني نفهم كثيرا دور المجلس العسكري، يعني كما أن الشعب يعني خرج للشارع وطالب بإزالة النظام الصارخ، كذلك للسلطة العسكرية الدور، يعني لولا كان دور السلطة العسكرية لما تم يعني لما تمت هذه الخطوة، فهو له دور أساسي في هذه المرحلة، ولكن هو يعني بين فيما سبق وقرر هذا البيان بأنه لم يأتي يعني إلى السلطة، رغم أن الشارع يراه بأنه يتشبث بالسلطة، ولكن إذا هذا الأمر يتبين إن شاء الله خلال يعني ال 72 ساعة القادمة التي حددها إعلان الحرية والتغيير بأن يرد المجلس العسكري على هذه الوثيقة. إذا رد المجلس العسكري إلى هذه الوثيقة وقبل بأن يكون هناك مجلس سيادي مدني وعسكري، إذا هنا يبين بأنه يعني يبدد هذه المخاوف، ولكن إذا ردها مرة أخرى وأصر على التمسك بالسلطة السيادية، إذا هنا يكون وجه آخر للمجلس العسكري، ونتمنى بأنه يقبل يعني بتكوين مجلس مدني عسكري حتى نتخطى هذه الحواجز. شكرا جزيلا لك الباحث الأكاديمي محمد الأمين، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.